النهارده كان امبارح الحقيقه السيد وزير الداخليه عمل تكريم للقوات اللي كان فيه، انت عارفين الفندق اللي كان في الغردقه، والقوات تعاملت مع المساله والهجوم بسرعه وبيقظه، وكان برضه كان تكريم العقيد ياسر حسن اللي هو كان في حريقه ودخل بنفسه، ما فرقش معايا ايه اللي يحصل، المهم عشان ما تحصلش مشكله كبيره. النهارده السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخليه كان عامل تكريم للقوات بتاعه الغردقه وبعد الجنود المميزه والفعاله اللي اسفرت عن احباط تلك المحاوله، وتكريم العقيد ياسر حسن عصر من قوه الاداره بتاع شرطه النقل والمواصلات والوقفه الحاليه دي. عندنا الفيديو ده، طب ما يلا يا ابو العيله وريني. دور الشرطة، الشرطة مش وظيفة، الشرطة رسالة كبيرة جدا، واللي يأديها لازم يأديها بروح ويأديها بحب. بكرر لكم شكري. بدرت باطلاق العلامه الناريه فاصبته في رجله، فقبل زميلك كان بيختار العمليات، اخترت الجهات وتم في اختيار الجهات، هو كان صابهم في رجليهم عيارة ناريه، وتم التوجه الى الامن المركزي، التمركز اللي هو متمركز امام الفندق. بالفور تقدمت على طول انا والقوى اللي معايا من المجندين، واخترت عمليات المنطقه، عمليات منطقه امن المركزي واشاروا ان هم ان انا اتقدم للفندق، والحمد لله تم السيطره على الموقف تماما في خلال ربع ساعه. تكريم السيد الوزير لينا ده كان شيء جميل يعني، وهو عال روحنا معنويه فعلا. المعنويات بتاعتنا بتبقى مرتفعة جدا، ان طبعا في قياداتنا ورؤسائنا بيبقى في تقدير للمواقف اللي احنا بنعملها، بس انا مش شايف ان احنا يعني ما عملناش حاجة خارقة، يعني احنا عملنا اللي يملي علينا ضميرنا واللي يملي علينا الواجب بتاعنا. بعد يعني بعد شويه هيبقى مع الدكتور وهدان ان شاء الله. اخر حاجه بس النهارده، في الـ احنا عارفين الحمله اللي موجوده دلوقتي، دلوقتي قدامنا 3 4 ايام الهجوم الشرس على مجلس الشعب والتقليل من شأنه والبحث عن السلبيات والبحث عن النواقص، وكأن ان احنا عندنا مسخره يعني، هو ده اللي بيتقال، رغم ان اللي عندنا ده هيوري لحضراتكم بالصور دلوقتي كل حاجه، انما هي الفكره هجوم على مجلس الشعب. نخلي بالنا الخطوه الجايه دلوقتي ابتدا لها النهارده، بدات الكتابه النهارده على مناقشه القوانين، وكان الدكتور زهاد دي كاتب مجموعه من القوانين واللي هي المفروض على مجلس الشعب ان يغيرها وينظر اليها، انما تكلم هو على قانون التظاهر والغاء قانون التظاهر والحاجات دي كلها. بس انا نفسي الدكتور زياد بهاء الدين يطلع نعرف برضه يقول ايه اللي ايه الغلط في قانون التظاهر المفروض يبقى ايه، ويقول لنا هو الدكتور زياد يعني راجل عارف قوانين التظاهر في العالم كله ايه، يقول يعني يقول لنا ايه اللي هنا عندنا زياده او اللي فيه نوع من انواع القمع او فيه من حبس الحريات عن القانون الفرنساوي او القانون الامريكاني او القانون الانجليزي. ادي 3 قوانين اهو، يا ريت يقرر لنا بينهم ويقول لنا الزياده ايه عشان نشيلها، انما مش فكره احنا عايزين نغير ده ونغير القانون ده ونغير القانون ده. يعني النهارده لما حد بيعتدي على منشاه عسكريه انا هحاكم ازاي؟ ما هو ما دام انت اعتديت على منشاه عسكريه تحاكم عسكريا، ما دام انت رايح على معسكر جيش ولا قتلت بتعتدي على ضابط جيش ولا عسكري جيش ولا او بتقرب او بتعمل في حاجه عسكريه لازم تحاكم عسكريا. ايه اللي طب ما نشوف بره ايه اللي بيحصل، يعني ده اللي احنا عايزين نقوله، مش من فكره نلغي ده او نلغي ده. نفس فده خلي بالكم من الفتره اللي جايه كلها هيبقى تاثير على اعضاء مجلس الشعب في الزيطه بقى، تظاهر ومش عارف ايه، اي حد يقول انت عايز القانون تقول بلغي عشان القانون ده فيه وحش، عشان 1 2 3 4 والقانون احسن قانون في العالم ولا فرنساوي فيه كذا وكذا، نعمل ده. والامانه تستدعي اذا كنتوا انتم فعلا بالكلام ده، شوفوا القانون الفرنساوي الامريكاني والانجليزي واي قانون في اي حته في العالم، وشوفوا القانون المصري ونقول ايه اللي زياده اللي فيه، انما الفكره الايحاء يعني على طول، ما فيش في الدنيا حد يقول كده،
مفيش حد يقول مين اللي مين ضد الحريات، انما انت من النهارده متصورين والبلد والزنقه اللي احنا فيها واللي علينا ده كله النهارده، ان النهارده هنسمي ده؟ طب وانت عندك ناس بتقول لك اصل احنا بنظهر عشان نسقط الدوله. الله، طب واحنا هنشتغل ازاي؟ ده احنا مطلوب دلوقتي ان احنا كلنا نشتغل، عندنا ناس مرتباتهم ضعيفه مظبوط، عندنا مشاكل، عندنا كل حاجه، انما هنقوم واحنا عمالين بنشد، يعني عامل زي ما يكون حد بيتحرك لقدام وكله بيشد فيه لورا. طب هيتحرك ازاي ويتقدم ازاي؟ هو احنا عايزينها ايه؟ احنا عايزين نوقعها؟ قولوا، عايزين توقعوا البلد؟ عايزين تعملوا ايه؟ البلد دلوقتي محتاجه ان احنا حاجات كتيره جدا في ديت لازم نحطها على جنب بس ونصبر لغايه بس ما نهم نتحرك. انما قال لك قانون التظاهر، انا نفسي افهم في قانون التظاهر ايه الغلط اللي فيه عشان يتعدل، وبالقياس القوانين الاخرى اللي موجوده، حد يكون عنده الشجاعه الادبيه يقول لنا ده، يا ريت الدكتور زياد حتى يقول لنا ده، بس هو ده انا عايز اقول لحضراتكم، ده المقرر اللي هيتكتب فيه بقى من النخبه، ها؟ هتبقوا عارفين الفتره اللي جايه ده. وكأن مشاكل مصر كلها قانون التظاهر. وبعدين اللي بيتكلم على النشطاء اللي هم مسجونين دوما ومحمد مش مسجونين عشان السجن قانون التظاهر، عشان ده كذب وده يعني ده يعني اختلاق حاجات كاذبه كلها. هم مسجونين عشان الافعال الثانيه، هم خدوا غرامه في التظاهر بس عشان خاطر برضه تتوضح، انما ما فيش مانع، ايه المشكله؟ طبعا الهجمه اللي على مجلس الشعب هتستمر، المجلس النوم هتستمر شويه لان محاوله لتكسير هذا المجلس وتقليل من شانه، رغم ان انا شايف ان المجلس في كل الظروف يعني ما فيش اي حاجه، وهو المجلس اللي عندنا ده اللي كده هنشوف اللي بره بيحصل فيه ايه، انما انا شايف ان ده مقصود من الاخوان ومن النخبه ومن في قلوبهم مرض هم اللي عاملين الهجمه دي.